شو رأيك قبل ما نروح لعناوين الصحف هيك نبلش هالفقرة بأجواء حلوة؟ يلا. ليش؟ لأنه رح ننتقل لعبده مباشرة لأرمينيا. بنقلك بونجور باريلوس. أوه. هاي عبدو. شو رح ترجع بلغة جديدة؟ مش رح نعرف نجاوبك. جود عبدو. نيح 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 الحمد لله مش تقيل لك بس لافن. شو بيقولوا؟ لافن. اوكي المخرج عم بيردنا. ايه يعطيكم العافيه من أرمينيا. اكيد كل تحيات لكم. بدي اقول انه كل اللبنانيه او الناطقين باللغه العربيه بارمينيا بيحضروا اجنده اليوم، وهذا خبريه كثير حلو. بيحضروا او تي في تحديدا، بيحضروا كل برامجنا وبيتابعونا. تحيه لهم كمان هلا وجه لهم اياها. قلنا نحن كمان بالمطاعم، اكيد بالمطاعم يلي حاولنا نفوت على مطاعم لبنانيه طلعوا انه كلهم بيحضروا الاو تي في اصحابها والعاملين فيها. التقينا كمان امبارح خلال زيارتنا لبعض الأديار الأثرية والتاريخية المهمة اللي بترجع للقرن الرابع والقرن العاشر، يعني أول كنائس تعمرت في هذه المدينة أو في هذا البلد. كمان في حتى بعض الآباء هن موجودين كانوا بلبنان، أهلهم أصلا أرمني، أكيد تهجروا بالمذبحة الأرمنية وانتقلوا للبنان أجنادهم، رجعوا الأهل حبوا يرجعوا يعيشوا بأرمينيا، إنما هن عيشوا قسم من حياتهم بعنجر تحديدا. فتحية لألهم أيضا. خلينا نسمع بالأول شو بيقولوا اللبنانية اللي بيحضروا الـ OTV. يلا. هاي مرحبا، نحن اللبنانية عايشين بأرمينيا ونشكر للـ OTV إنه نحضر نحن هون بأرمينيا أجندة وسلم بـ OTV. ميرسي. نحن كمان نقول له ميرسي. نحن نقول له اكيد على الثقه الحلوه، بنشكرهم ويضلوا هيك متابعينا ونوعدهم باشياء حلوه. نحن اليوم اكيد رح نتابع جولتنا بارمينيا ونكفي كذلك تصوير الحلقات يلي هي خاصه بسلم عصمة اللي رح تنعرض قريبا بالموسم المقبل بسلم عصمة عبر الاو تي في. نحن موجودين كمان. ليك الطريق ضيقه هيتها ايه؟ هالقد ضيقه شفتي؟ خلينا نرجع نذكر وراي ساحه الجمهوريه شو بيصير على ساحه الجمهوريه. بنسمع كمان بعض الاغنيات اللي بحبوها ثاقبت بحبوها اللبنانيين والرقص. خلينا نشوف سوا. بدك ترقص؟ شاركت معهم؟ اكيد اكيد. بس ما رح تشوفوني طبيعي. منيح. معلش شايفينك لايف قبل بالاستوديو عبدو. نسمع كاروني. يلا عم نسمع، عم نسمع صديقي. خبرنا عن المنطقة الجبلية اللي كتير حلوة اللي شفناك فيها امبارح مطرح ما موجودة القديرة. مش معقول شو هالمناظر الحلوة، عن جد واحد بحس حاله قريب من الله. اول شيء المسافه كانت من يرفان لهذه المناطق حوالي 4 ساعات بالسياره. نعم. يعني عندكم 4 ساعات صعودا و4 ساعات نزولا. مشينا من هون الساعه 9 بتوقيت يرفان، يعني 8 بتوقيت بيروت، ورجعنا حوالي الساعه 11 ونص بالليل لرجعنا على الفندق اللي موجودين فيه على ساحه طبعا الجمهوريه. وبدنا نتشكر كمان مره جديده شركه طبعا جاردينيا فودز والاستاذ الاولى ابو فيصل على هذه الدعوه. مزهر ورد بين الكوكليكو. انت مش عارف شو عم نشوف هلا عبدو بين الكوكليكو. ما في خبركم هودي السهول قديش حلوين عن جد. بتقطعي بمنطقه كلها سهول كوكليكو، شقائق النعمان هو اسمه بالعربي. هيدي على وزن مناديل امبارح، فاتك فوت امبارح يا عبدو. ما
بعدين خلينا نقول المي كثير طيبه هون، وين ما بتمرقوا بتلاقوا كمان يعني مثل ما بنقول عندنا باللبناني في نبع مي او نعم بينزلوا الناس بيشربوا منه بشكل كثير طبيعي. الاشياء اللي بحضروها هون رائعه جدا. الاكل كثير طيب، المناظر طيب، الاهل والسكان هون كثير طيبين وكثير مضيافين وكثير مذوقين، وبالتالي بحبوا كثير اللبنانيين. اكيد المناظر اللي شفتوهم هن جزء كثير صغير من الاديار الرائعه جدا يلي شفناها والتاريخيه يلي مثل ما قلت بتعود لعده قرون مع بدايه المسيحيه، يعني بدايه القرون الاولى للمسيحيين. خليني اقول انه اليوم كمان مثل ما قلنا رح نتابعه، اليوم عندنا مع يعني كراكين الثاني كاثوليكوس الارمن في كل انحاء العالم باستثناء طبعا انطاكيا وسائر المشرق يلي بيرجعوا بطركهم بيكون بلبنان. هون البطرك هو لكل الارمن يلي موجودين بكل انحاء العالم الارثوذكس عم نحكي. نعم. اليوم عندنا لقاء معه، رح نشوف اليوم المتحف المجازر الارمنيه، رح نشوف كمان ذخائر ورح نشوف الحربه اللي طعن فيها السيد المسيح. ما رح اخبر اكثر من هيك، عم ناخذ كثير من وقت. ابدا ابدا. بكره بنرجع بنتابع اذا ما كان في عيد الفطر ان الله راض، بنتابع نحن وياكم بعض المشاهد يلي يعني شو ذوقك يا عبدو اذا ما كان عيد الفطر. هو عيد الفطر اذا الله راض. هلا بنعرف هلا بنعرف قديش عم تتعب هونيك وقديش عبالك تطلع، بس انه اجلها للتنين صديقي، بتكون تطلع من هون من الاستوديو. تنين بطلع من عز. ايه حلوه الفكره، ما بعرف. شكرا. من اجل العيد يعني شو بتفضل؟ يعطيكم الف عافيه ناتالي وريتا وانطوانيت وكل الفريق العامل اكيد في الاجندا اليوم. تحيه لكل الزملاء ببيروت، لكل الاهل والاصدقاء، كل المحبه وكل التحيات من هنا من يريفان. فنزاتي حبيباتي بوسكم. باي عبدو. باي عبدو. هلا بنعمل جوله بنرجع للجد. بعناوين الصحف، البدايه مع صحيفه الاخبار كانت على الشكل التالي. لنعمل التركيز اليوم اذا بدك كان على حديث الرئيس بري امبارح اللي حكى فيه عن موضوع الحكومه وقال انه مش بس في تعطيل، في 100 تعطيل كمان. وحكى كمان الرئيس بري عن توزيع الحقائب وقال انه موضوع وزاره الماليه صار محسوم الى حركه امل، ويبدو انه وزاره الصحه رح تكون ايضا من حصه حزب الله اللي هو ايضا بده حقيبه خدماتيه. اذا عناوين الاخبار كالتالي: حزب الله ومحاربه الفساد، هل تتكرر تجربة فؤاد شهاب؟ اليمن الحديدة تفاجئ الغزاة، وبالصورة هنا موسكو. لصوت يعلو فوق صوت المونديال. نتابع الجمهورية: التأليف وعدهم بالتسخين بعد العيد، وبوتين الحريري تعزيز التعاون وصورة اللقاء بيناتهم أيضا. نتابع مع صحيفة المستقبل عن امرؤ بسرعة لأنه في فقرات كتير. الحريري يلتقي بوتين، عودة النازحين وحقوقهم الدائمة بوطنهم. أشاد بدعم الأمير محمد بن سلمان للبنان وتلقى رسالة تهنئة من ترامب. الأخضر يفتتح الكوباكميرا بمواجهة روسيا، والنصر الذهبي ينتزع الحديدة من الحوثيين، والسيل الجارف والقتل بالإشارة لسيول رأس بعلبك. يعني كان بيستاهل موضوع السيول يكون عنوان رئيسي. ما هيك الأنوار. الحريري في موسكو قابل بوتين عشية كأس العالم وتحدث عن الحكومة: كارثة السيول تضرب القاع ورأس بعلبك، 120 دولة في الجمعية العامة تدين إسرائيل، مباراة السعودية وروسيا، تفتتح بطولة كأس العالم اليوم. نتابع مع الشرق المونديال اليوم: والذئب الهداف يستقبل الحريري الذي التقى بوتين امبارح بسلام الحريري للذئب الهداف. نتابع مع البناء اللي اجت عناوينها على الشكل التالي: الاسد لا نعرض علاقاتنا بحلفائنا للمساومه، ومسيرتنا مع حزب الله طويله، والعلاقه بايران استراتيجيه، تدمير بارجه اماراتيه يربك هجوم الحديده، وتموضع الصدر مع الحشد يخلط اوراق العراق. باسيل من ارسال الى جنيف في مواجهه المفوضيه، والحريري يدعو لشرح اكثر للقانون 10. نوصل للكاريكاتور مع الشرق: الحريري إلى موسكو، وباسيل إلى عرسال ومخيماتها، اللي تفرق بيقول الرئيس هون. يعني في حدا عم يشتغل، والثاني كمان معول من لقاءات الروسية، في لقاءات على هامش المونديال تكون يعني مهمة 100%.
كمان بالجمهورية على هيدا الموضوع، الحريري التقى بوتين ومحور اللقاء النازحون والقانون رقم 10، والطابة هي عن أزمة النزوح. النزوح نرجع 50 سنة مع عناوين صحيفة النهار بـ 68، بيان الوطنيين الأحرار، الرئيس مسؤول عن تسلط غير المسؤولين وإنقاذ لبنان، جريمة الذين تعاقبوا على الحكم أنهم صبروا على الجموح والجنوح. نوصل ارتفاع في صادرات التفاح بسبب تدني الأسعار وانخفاض في الحمضيات بسبب إنتاج الضفة الغربية. نتابع أيضا مع العناوين، زحلة تشكر العناية الإلهية فتحيي التطواف التقليدي بالقربان. كان خميس الجسد. ايه عم بفكر انه مأخر شوي العنوان. أخر هلا هلا بالنسبة لنا صح؟ غير أيام. وأيضا بالعناوين، خطر العدوان يحقق الأعجوبة التي عجز عن تحقيقها تدهور الموقف الداخلي، المراجع العليا تتوقع تحولا في موقف الكتل والأحزاب، يزيل العراقيل التي طارت تشكيل حكومة اتحاد وطني. نوصل لكاريكاتور، كامل، كمال، كميل، كرامي، كتلة، كتائب، كراسي، شعر شمعون، شهاد، حالة حلوة، شعب وشعل. اف ولك قديش عاملين المد على